الرحمن الرحيم. النهارده هنتحدث في موضوع هام وهو طرق التعامل مع الطفل داخل المنزل في هذه الفتره التي يوجد بها تعليق العمل بالحضانات وبالمدارس. طبعا اسر كتير يعني شايفه ان الموضوع بالنسبه لها ما هوش بالشكل الطبيعي ان ابننا طوال النهار متواجد داخل المنزل، وطبعا كانوا معتمدين على السكيلز اللي بيقوم بيها الطفل داخل الحضانه. انا حابب اقول لحضرتك ونوه لكل ام بتسمعني وكل اسره بتسمعني، حضرتك لازم تكوني متاكده ان الفتره دي في المنزل هي فتره صحيه بالشكل الطبيعي لو احنا استغلناها بشكل سليم، لان بين قوسين هذه الفتره هي فتره التعلم الذاتي للطفل، وبيكون طبعا الاسره دور هام جدا فيها. فكل ام النهارده لازم تقدم لابنها الوسيلة السليمة لسيكولوجية التعامل معاه عن طريق المشاركة وعن طريق تبادل الأدوار. طبعا ما تتركش ابني بشكل كبير داخل المنزل لوحده، لا، لازم أن يكون معايا طبعا ابني بشكل مستمر في تفاعل عن طريق الأنشطة لأن طبعا في هذه المرحلة العمرية الطفل طبعا بيكون محتاج يعني ايه يتقمص ادوار ويقوم بدوره، ومحتاج يتطلع ومحتاج عنده نشاط وعنده طاقة محتاج ان هو يفعلها. فهنا لازم يكون للام دور هام جدا. طبعا انا بقول لكل ام حاولي على قد ما تقدري، رقم واحد طبعا الالعاب المفيدة وليست الالعاب الالكترونية، لان انا عن نفسي ما بحبش الام تسيب ابنها او بنتها طوال الوقت امام الوسائل الالكترونيه التي تؤدي الى تشتت الانتباه وفرط الحركه، وطبعا ده بيؤدي الى اثاره التركيز بتاعه الطفل بشكل معين. فانا حابب ان حضرتك دايما النشاط يكون نشاط حيوي مفعل بشكل مرئي، يعني مثلا حضرتك بتعملي اي مهام في البيت بيجيب طفلك يبدأ يساعدك في هذه المهام، وأعطي له دور وأبدأ أحفزه أقول له حضرتك يعني أنت ممكن تشاركني في كذا، ممكن نعمل كذا في البيت، يبقى هناك مشاركة وجدانية مرئية أمامه. كويس. حاجة تانية مهمة جدا، لابد من سرد قصص للأطفال. السرد يعني قصص للأطفال هام جدا، بيبنى عليه تقمص أدوار جيدة، أو بيطلع من هذا الأمر باستنتاجات من خلال سردنا للأحداث بتكون تعطي له إحنا بنسميه مش هنقول بقى دروس مستفادة، لا، بتعطي له توسيع في الآفاق وإدراك عام سليم لكل ما يحيط به. وبعد ما بخلص السرد ببدأ أقول له تعلمنا إيه من الموضوع ده؟ إيه رأيك في اللي هو عمله كذا؟ إيه رأيك في كذا؟ يبقى أنا بعرف رأي الولد وببني داخله نوع من الاستقلالية للتعبير عما دار في ذهنه، سواء كان طبعا سرد القصة كبشكل سمعي أو بشكل مرئي داخل كتب. وده هام جدا جدا، السرد للقصص دايما بيعمل ألفة بين الأم وبين طفلها، فلابد طبعا إن احنا نعطي مثل هذه احنا بنسميها مثل هذه الايه مش هقول الألفة لا مثل هذه القصص داخل حياتنا. امر هام وجميل جدا. طبعا وزارة التربية والتعليم في الفترة السابقة عملت صفحات خاصة بها للمناهج التعليمية، فده ممكن نستغلها ان الولد يبدأ يعمل نشاركه ان هو يبدأ يفتح الصفحة يبدأ يعمل نوع من انواع الايه المراجعة الخاصة بيه للمنهج بتاعه.